ومشاهدينا، مشاريع كثيرة تسجل لأمانة عمان، والكل يعلم مع الازدياد للعدد السكاني في عمان، ازدياد عدد السيارات وأيضا الأزمة المرورية، يمكن في عنا ظروف اضطرارية نتيجة تزايد عدد السكان القصري من الهجرات القصرية والأزمة السورية وما تبعتها أيضا من تبعيات حول تغيير منطقة عمان بشكل عام. أمانة عمان تسعى إلى التغيير حتى تحل الأزمة المرورية، وبالتالي إضافة الجمال الشكلي أيضا لشوارع عمان. إحدى المشاريع اللي تم افتتاحها تجريبيا مؤقتا حتى تسهل للناس في العملية الانتخابية، لأنه عرفنا أنه كم كانت صعبة هاي المرحلة في الأزمة المرورية، هو ما يسمى بمشروع كريدور عبدون، أو بمعنى آخر هو شارع الأمير حسين بن عبد الله. نعم ستي. قامت به أمانة عمان كمشروع تجريبي بيتم افتتاحه، وإن شاء الله راح يمر بعدد من المراحل، فلهذا المشروع عدد من المميزات وأيضا له انعكاساته على حل الأزمة المرورية. فاسمحوا لنا نرحب بالمهندس أحمد الملكاوي، وهو نائب مدير المدينة لشؤون الأشغال العامة في أمانة عمان. أهلا وسهلا فيك مهندس. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح الخير ستي. ومهندس أحمد، يعني بالبداية بما أننا عم نحكي عن هذا المشروع، هيك نتعرف على المشروع للأشخاص اللي يمكن ما بيعرفوا، ويمكن قبل شوي حكينا انه هو افتتح حتى يخدم عملية الانتخابية، لكن نحكي هيك بشكل عام عن هذا المشروع، وين موجود، امتى افتتاحه؟ ستي، المشروع هو يعني المرحلة النهائية من مشروع وادي عمان. وادي عمان هو المنطقة يعني اللي تم فتحه تجريبيا للسير لتسهيل على الناس خلال فترة العطلات الحركة والتنقل بين المناطق المختلفة. يبدأ من تقاطع شارع الأمير هاشم، المنطقة اللي أنت نازلة من عند تاج مول نزولا باتجاه الياسمين الشرطة النسائية، الجسر بالوادي، هذا يبدأ المشروع من هناك نزولا إلى دوار الياسية، الشارع اللي بيربط عند مع شارع الأمير علي بن الحسين ومع شارع علي بن أبو طالب عند مركز أمن المهاجرين. هذا الاسترب الأولاني من المشروع اللي تم افتتاحه تجريبي لغايات خدمة الناس خلال فترة العطلات. هو يعني من المشاريع يمكن اللي كان بيتبع المدينة وبيتبع أخبارها وبيشوف يعني يعيش في عمان بقصة عمان النامية وكيف تنمو وكيف تتطور، بيشوف أنه يعني هذه المنطقة كانت لسكانها مجرى سيل، سيل عمان الرئيسي، الناس تتطلع عليه بطريقة أنه بالشتاء ما بنقدر نقطع من جانب إلى جانب، ما بنقدر نتحرك بحرية، مكب طمم، اللي عنده كان حتى يشكل خطر على حياة الناس، خطر على السلامة. بال 96 كان في فيضان بالمنطقة هذيك وصار في غرق للناس وصار في مشاكل. اليوم لما بنشوفه شارع مؤهل معبد بطريقة مميزة، فيه جزر وسطية، فيه أرصفة، فيه يعني تطوير وتحسين للمنطقة ورفع من سوية المنطقة بشكل كبير، حتى أصبح يعني من أنا بعتبره من التحف الفنية حتى بالإنجاز، لأنه البنية التحتية اللي انعملت فيه وأسفل الشارع في عبارة صندوقية، يعني بتقدر تقول إنه السيارة بتفوت فيها بكل سهولة، عبارات ضخمة، خطوط المجاري تم تأهيلها كاملة بالتعاون مع سلطة المياه، تم يعني دفع مبالغ من قبل الأمانة ومن قبل السلطة وتم تحت تطويرها، وإنجاز الشارع إن شاء الله سيكون افتتاحه الرسمي ب 28/9 إذا الله راد. تمام. إحنا عم نشوف البنية التحتية لهذا المشروع، يمكن أكيد حتى سكان هاي المنطقة رح يسهل عملية تنقلهم ويضيف لهم أشياء كثيرة، لكن كم هذا المشروع له ميزات من ناحية رفع سوية هذه المنطقة؟ قال انه زي ما حكينا انه كانت تمر بسيول فيضانات، وبالتالي ايضا حل الازمه المروريه واختصار وقت ايضا على الناس، لانها راح تربط مناطق مع بعضها البعض. سيدتي، يعني بالمشروع من المشاريع المميزه زي ما حكيت بالبدايه، هو الجزء الاخير من وادي عمان، ما يسمى بوادي عمان. وادي عمان اللي بيمتد من عند تقاطع طريق المطار عند منطقه البنك العربي والمنطقه هذيك، بالاضافه الى وصولا الى حي الياسية، هذه المنطقة اصبحت الان مغلقة، بدا العمل فيها بشكل مبدئي من سنوات طويلة بال 2003 2004 العبارات بلشت، لما وصلنا بال 2012 و2013 و2014 نهاية العبارات، والان المراحل الاخيرة للشارع. هذا الشارع بيربط يعني القادم من جنوب الاردن، القادم من الاغوار، القادم من مرج الحمام، المناطق القادم من مأدبة، القادم يعني جميع القادمين الان سيسلكوا هذا الطريق ويصبح في قلب عمان النابض، في وسط البلد، في منطقة قاعة المدينة، سيكون هناك تواصل وسيكون وضعهم يعني بسهولة المرور والدخول إلى هذه المناطق والخروج منها. يعني عم نرفع ضغط على المحاور الرئيسية زي شارع زهران، زي شوارع اللي بدير غبار اللي هو شارع الملكة زين الشرف، عم نرفع ضغط من السير ومنخفف جزء كبير من السير بحيث أنه ما يدخل إلى هذه المناطق إذا كان مقصده باتجاهات أخرى من المدينة. بس تعرف مهندس أنه تحولت الأزمة إلى مناطق أخرى، على سبيل المثال اللي هي إشارة مكافحة المخدرات، صارت
كانت الأزمة هناك شوية. ستي هذه من الإشارات الضوئية اللي يعني هي اللي جاية على المحور الرئيسي اللي هو جاي شارع أبو بكر الصديق مع شارع الكوريدور. سيكون يعني الآن أنت لما بتبلش السير يتحول من إلى في 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 نموذج باترن للسير بيصير، يعني الناس نفسها بيصير يدور على الطريق اللي تقدم اكثر. هلا نسبه من السير راح تتحول بهذا الاتجاه، اللي مصلحته ينزل باتجاه البلد ويرجع باتجاه الدوار الثالث قد يجد انه هذا المحور اهم له. يعني الاشارات عندنا احنا فيها ميزه انها مربوطه على نظام تحكم مركزي، جميع هذه الاشارات يتم يعني برمجتها واعاده تاهيلها، واقصد بالتاهيل هون انه تاخذ برنامج خاص فيها حسب حجم السير اللي بيوفد لها، بترجع بتبرمج نفسها بناء على برنامج موجود. والفنيين اللي عندنا عم بيتابعوا بالتعاون، طبعا في عندنا احنا مندوبين حتى للسير في هذا المركز. المرات ببين حسب الاحصائيات امتى مثلا فتره الازمه الظهر اكثر بالليل اكثر، امتى بتوجهوا لهي الطريق امتى بتوجهوا للطريق الاخرى، فبتصبح باتن يعني بيصبح كل شخص يعني تقريبا بيحدد مساراته وانا نازل على الدوام بنزل من الطريق الفلانيه ازمتها اقل، بالترويحه بيكون وضع الشارع الفلاني اسهل. يعني هي فعليا الشخص اللي بيقود وبيسلك الطريق بيجد لنفسه الطريق الاسهل من خلال التكرار يعني. صحيح. نعم. كلفة المشروع مهندس أحمد، يعني هيك إذا نعرف يعني مشروع مش سهل يعني وأخذ مجهود أكيد كبير، وإن شاء الله يحل أزمة كمان ويخفف وقت على المواطنين، لكن هيك نعرف تقريبا قديش ممكن كلفة هذا المشروع. ستي المرحلة الأخيرة هذه اللي بنتحدث عنها احنا تجاوزت 10 مليون دينار، تم تنفيذ يعني أعمال بنى تحتية أسفل منسوب الطريق اللي هي عم نتحدث عن عبارات صندوقية، مقاطع وخطوط تصريف مياه أمطار، تم إنشاء الطريق بطبقاته كاملة ولغاية التعبيد جزيرة وسطية، قد تستقبل أي وسيلة نقل، يعني ممكن يكون فيها BRT أو يكون فيها قطار خفيف أو حسب تطور المدينة وحسب الخطط الاستراتيجية الموضوعة للمدينة، وهناك أيضا الأرصفة، هناك أيضا الإنارة. فيعني 10 مليون دينار صرفت في هذا الموقع وهي يعني إن شاء الله ستكون بفائدة عالية، مردودها كبير على سكان المدينة، وأعتقد أنها ستكون تنمية كبيرة، لأنه اللي بتطلع على الشارع وبيمشي فيه بيشوف أنه المنطقة نامية ما فيش فيها يعني أبنية كثيرة على طرفي الشارع، ولكن يعني مع المرور ومن خلال يعني يمكن خبرة الناس بالمدينة بتشوف أي منطقة بتنفتح فيها كوريدورات رئيسية بصير فيها حركة تصبح منطقة جذب مميزة، وهي يعني من المناطق المؤهلة لتصبح يعني ذات استقطاب كبير طبعاً للمستثمرين وتطوير المدينة طبعاً بشكل كبير. صحيح. إحياءها من ناحية تنموية واجتماعية يعني. نعم. صح. طيب نحكي أكيد هذا المشروع بما أنه مشروع ضخم وبيخدم أكثر من منطقة بيربط مناطق حساسة مع بعض، لابد مهندس أنه يكون في له مراحل بمر فيها، فنحكي عن مراحله وإمتى إن شاء الله يعني بنتوقع أنه هذا المشروع يكون منتهي. ستي يعني احنا الان يعني في مي المشروع هذا هو المشروع الذي يربط مع اعاده مشروع اخر موازي له اللي هو شارع سمو الاميره بسمه اللي هو مسميه وادي عبدون، اللي بيربط من دوار الخامس تقاطع شارع محمد علي جناح وصولا الى شارع علي بن ابي طالب. الشارع هذا اللي اعدنا انشاؤه كمدينه لتاهيله ورفع سويته ويصبح مستوى الخدمه عليه مميز، وتم انشاء مسار الباص السريع فيه. هذا المشروع يعني متكاملا، يعني شارع الأميرة بسمة مع كوريدور عبدون شارع الأمير حسين بن عبد الله، تكلفته الإجمالية للمشروعين حوالي 22 مليون دينار. افتتاحهم الرسمي بإذن الله تعالى هو 28/9، وسيكون بحلته الأنيقة كمدينة تفخر بأن تقدمه لتسهيل حياة مواطنين عمان. من الضروري أنه نستغل وجودك مهندس أحمد للحديث عن مشروع ضخم آخر، وللأسف يمكن كنا بنحكي أنا ولانا أنه ما في ترويج له، ما بنعرف عنه. مشروع الملاعب، إعدادكم لملاعب كأس العالم للناشئات اللي راح يكون بالأردن، صراحة يعني احنا تفاجأنا انه راح يكون في كأس العالم عنا للناشئات. هذا حدث ضخم، حدث كتير كبير، وعم تنشئوا له ملاعب خصيصا في أكثر من لهالموضوع في أكثر من منطقة، فنحكي عنه ونعرف الناس انه في عندنا كأس العالم للناشئات راح يكون في الأردن قريبا. بس للأسف مهندس كنا بنحكي برا الهواء بانه يعني حتى الترويج الإعلامي لهذا الحدث المهم مش كثير الناس عارفته، يعني يعني بالجهات المعنية احنا مش يعني كمدينة يعني انا اتحدث من موقع مسؤول بمدينة اعمل لخدمة الناس القاطنين والعاملين فيها، وبهمنا كمان ظهور المدينة بصورة لائقة ومقبولة للناس، كونه في عندنا حدث عالمي زي هيك. الأردن تستضيف بطولة كأس العالم للناشئات تحت سن 17 سنة العام 2016، كلفت أمانة عمان بملف إعداد الملاعب التدريبية وملعب تطوير وتأهيل ملعب مدينة القويسمة كملعب رئيسي.
ملعب مدينه القويسمه اللي هو مدينه الملك عبد الله الثاني في القويسمه، تم تاهيله وتجهيزه، تم يعني الان اللي بيفوت بيتفرج عليه انا متاكد تماما بانه لن يصدق ولن يقنع انه هذا الملعب موجود في الاردن. اخذ احدث وافضل الستاندرز العالميه، حتى التقييم والفحوصات اللي تمت من قبل الاتحاد الدولي الفيفا افادت بانه الملعب مؤهل وجاهز لاستقبال البطوله وهو على اعلى المستويات. تم صرف مبالغ ضخمه من قبل امانه عمان لتاهيل المدينه وتجهيزها، وليس فقط الملاعب، يعني احنا بنتحدث جهزنا 6 ملاعب تدريبيه، والملعب السابع اللي هو ملعب بمنطقه طارق عم يتم تجهيزه الان. الملاعب كلها اصبحت جاهزه، اخذت الترخيص من الفيفا بانها تستقبل وفود للتدريب عليها. تم انشاء ملعب جديد بمنطقه تخريبة السوق النجيل الطبيعي وهو ملعب تدريبي ايضا، ويعتبر كمان من المناطق اللي تم تاهيلها ورفع سويه المنطقه من اجل نواه مدينه رياضيه جديده قد يكون بالمستقبل تطويرها وتجهيزها كمدينه رياضيه جديده، وهي تعمل يعني تنميه محليه وتنميه اجتماعيه وتنميه للناس، بتشعر انت انه عم بتقدم كمدينه شيء بخدم مواطنيك والقاطنين. عمان اصبحت الان حوالي 4.5 مليون مواطن، يعني بالتعداد الاخير رسميا 4.2 بالعشرة، ولكن يعني المدينه بحاجه لخدمات، بحاجه لوسائل ترفيه للناس، بحاجه لمواقع لخدمتها. الشيء اللي كثير مهم انه كل هذه الوسائل اللي بنوفرها او المنشات اللي بتم توفيرها كمدينه عمان، بالاضافه الى ما قامت فيه وزاره الشباب، اكيد عندهم الملاعب الاخرى اللي بالمدن خارج عمان، بالاضافه لمدينه الحسين الشباب. صح. احنا بنقول المدينه تصبح يعني ذات سمعه، ذات بريق، بأهلها تستقبل بطولة كأس عالم، بأهلها تستقبل زي ما صار معنا بطولة غرب آسيا اللي تم إعلان عنها الأسبوع الماضي. إحنا كمدينة مبسوطين إنه نقول والله أمانة عمان ساهمت برفع سوية المنشآت الرياضية وتأهيلها عشان نقدر نخدم الناس بشيء مميز إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً إحنا بنشكر أمانة عمان، يعني إحنا يلقى على عاتقها زي ما حكيت عدد السكان كتير كبير صار في عمان، وبالتالي له تبعياته على البنية التحتية. أمانة عمان ما بتقصر، لكن أي تقصير بكون مش تقصير مقصود، لكن نتيجة التحديات اللي كتير كبيرة. وإحنا ما ننسى أنه حتى النطاق لكم الجغرافي تجاوز أيضا عمان وحدودها. فكل الشكر لحضرتك المهندس أحمد ملكاوي، وحضرتك نائب مدير المدينة لشؤون الأشغال العامة في أمانة عمان. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. شكرا جزيلا. التوفيق.